قال مصدر بالمكتب الإعلامي في شركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة إن الشركة بدأت المراحل الأولية لتشغيل مصنع درفلة القضبان الجديد. وأضاف المصدر لبوابة الوسط أن تشغيل المصنع سيكون بطاقة تصميمية تبلغ 800 ألف طن سنويا من حديد التسليح مقاسات من 8 إلى 40. وبدأ تشغيل الفرن المتكون من 64 موقدا ليصل إلى درجة حرارة 1250 درجة مئوية. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة بداية الإنتاج الفعلي لهذا المصنع ليدخل إنتاجه السوق المحلية. لتفاصيل زوروا الوسط.com.